قال برضو خلني افتش ورا ابو محمود هذا واشوف ايش سره، احس حتى ابو محمود هذا عنده سر ولا يبغى يقول لي اياه. الجبل هذا طبعا يا جماعة الخير في المدينة هذه في نفس الجبل، والجبل هذا كبير وما حد يروح له، يعني بيني وبينكم الجبل هذا مخيف لأبعد درجة. السلام عليكم. مساء الخير يا جماعة الخير. أنا عارف ما لي داعي صح؟ طيب خليني بقول لكم، وعشان نتفق قبل كل شيء، رحت وخليتكم في نص القصة، ولكن والله العظيم يا الربع إنكم ما حلفتوني إنها مسكت معي عمرة، ما أدري وش كذا مسكت معي عمرة. أسامة لازم تطلع الان وتاخذ لك عمره. تحسون مكه انا ساكن في جده صح؟ لا انا ساكن يا جماعه الخير في الرياض. خط شنطتي على طول، طلعت المطار قلت عطني اقرب حجز بطلع المكه، اتصلت على فهد فوق قابلت فهد فوق اخذت عمره، الصبح رجعت. ها هل عذري معي او لا؟ اذا عذري معي اكتب لي تحت في الكومنتات، اذا عذري مو معي والله يبشر بالعوض. اذا تتابعني الان حبيبي عزيزي المتابع اضغط على لايك واشترك في القناه، باقي لنا شوي على المليون. باذن الله ان راح نوصل مليون، والله العظيم اني اقولها وكلي ثقه فيكم. اضغط على اللايك وقريب على المليون ونبدا في قصه اليوم. طيب يا جماعه الخير، محمد رجع لبيتهم وقابل امه في ذاك اليوم، قاعد يسال امه ويسولف معها. يا امه هل لاحظتي شيء غريب على ابوي؟ كانت امه تقول له لا، يعني ما في شيء غريب على ابوك، بعدين ترى ابوك يعني بس اللي عارف انه بس يحب يقرا، هذه صفات ابوك، وترى في اشياء كثيره يخبيها عني ما يقول لي اياها. ومحمد اصلا كذا متردد ما ادري هو يقول لامه او ما يقول لها، ويخاف يسال امه وامه تعرف، يبغى يقفل على الموضوع بدون ما احد يدري. كذا محمد شال نفسه وراح للسياره، قاعد يفكر يا جماعه الخير من هو اقرب شخص لابوي؟ ابغى شخص لابوي غيري انا. قاعد يبحث ويفكر بتمعن، تذكر الحارس اللي ساكن عندهم في البيت. طبعا بعد موت ابوه الحارس هذا قرر انه يطلعونه من بيتهم لانه ما عاد صاروا يستخدمونه، يخلونه يشتغل عند اي شخص ثاني. عنده رقم الحارس، اتصل عليه قال له وينك حاب اقابلك؟ قال له خلاص خلال 15 دقيقه باذن الله راح اكون عندك. قال له خلاص تعال لي عند البيت ابغاك تحصلني في السياره. ويجي الحارس ويقابل محمد ويقفل الباب ويقعد يسال الحارس، وسؤال منه وسؤال منه، يبغى يطلع من الحارس معلومات من اقرب الناس لابوي. هل تعرف اصدقاء ابوي؟ هل الوالد الله يرحمه عنده اشياء يخبيها داخل البيت؟ الحارس يناظر فيه كذا يقول هذا شو يقول؟ الحارس جماعه الخير تراه كبير في العمر، يجي بعمر ابو محمد. قام محمد سؤاله سؤال، قال هل تحس في شيء تغير في ابوي؟ بما انك مع ابوي ما يقارب 35 سنه، هل تحس في فرق عن سعيد في بدايه حياته وسعيد في نهايه حياته؟ قال له اي في فرق واحد. هنا محمد بدا يتحمس يعرف وش الموضوع. قال له يا محمد ابوك قبل كان غني وكان معاه فلوس كثيره، ولكن في يوم من الايام فقد ما يقارب 3/4 املاكه، يعني 75%، ما بقى معاه الا ال 25% هذه اللي هي كان البيت وبعض السيارات وبعض المبالغ المالية. محمد هنا دخل الشيطان عنده وقام يوسوس له، اخوي هل هو ماخذ الفلوس؟ او اخوي فيه بلاء؟ او في احد سارق ابوي؟ شو السالفة؟ او هل الوصية متغيرة؟ اتوقع في احد غير الوصية. هذا اللي يدور في راس محمد. محمد سأل الحارس قال طيب كيف عرفت ان ابوي خسر 75% من املاكه؟ قال لان كانت في بيوت ثانية غير البيت هذا، في يوم من الايام طلعنا انا وابوك المحكمة وقررنا نبيع هذه البيوت، وخذ المبالغ كلها في ظرف، ومن ذاك اليوم ما شفت هذا الظرف ولا شفت هذه الفلوس. قال له طيب هل تحس في شيء تغير في ابوي؟ قال له اي في شيء تغير بشكل كبير في ابوك. ابوك يا محمد اول كان ما يحب يقرا ويتعلم، من بعد ما باع الاراضي هذيك هو بادي يحب يطلع ويتعلم ويقرا بشكل مره كبير. قال الموضوع هذا كم له من سنه؟ قال هذا الموضوع له ما يقارب 25 سنه، يعني الموضوع هذا بعمرك يا محمد او في قد عمرك، الموضوع هذا قديم مره. قال خلاص الله يعطيك الف عافيه شكرا لك. قاعد يدور في راس محمد افكار كثيره، الان وش السالفه؟ وش اسوي؟ وكل شوي يتذكر في مخه ان ابوه قال انا عدلت بينكم، يعني في فلوس ولكن مخبي الفلوس هذه بشكل مرة كبير. وطلعت في راس محمد فكرة، قال بما أن أبوي شاري عنوان البريد هذا وحاجز عنوان البريد هذا من سنوات كثيرة، فراح أسأل موظف البريد هل صاحب البريد هذا أبوي أو لا، ومن اللي حاط داخل البريد هذا الظرف. يا سلام. خذ محمد نفسه وركب السيارة وتوجه للبريد اللي حصل فيه الظرف الأول. دخل على موظف البريد، السلام عليكم. عليكم السلام. كان عنده موظف البريد كذا ناس قاعد يسولف معهم، انتظر لين يخلص. قال السلام عليكم. رد عليه وعليكم السلام، اخوي ابغاك بس كذا على جنب يعني بموضوع خاص. قال له تفضل ايش عندك؟ كذا وسحب نفسه على الجهه اليسار. قال له اسمع، حاب اسال عن صندوق هنا ابوي قد استاجره منكم، ولكن ما ادري متى استاجره وابغى اعرف تاريخ استئجار هذا الصندوق.
موظف البريد استغرب، قال له اي صندوق؟ قال تعال اوريك اياه. ويطلع محمد مع موظف البريد ويوريه الصندوق. قال هذا الصندوق من استاجره ومن صاحبه ومتى استاجره ومن حط الظرف داخله؟ يا سلام. قال خلاص ما في مشكله، ولكن تقدر تجيني بكره عشان راح اطلع اللي داخل الارشيف عشان اشوف من اخذ هذا الصندوق. قال محمد خلاص خذ وقتك وعلمني تكفى في اسرع وقت واتصل علي. بعد 3 ساعات او 4 ساعات الا موظف البريد يتصل على محمد. سلام عليكم، تعال لي ضروري. قال الصندوق ترى هذا مو مستاجر من زمان، الصندوق هذا ما يقارب له 5 شهور او 6 شهور. محمد هنا شك. قال طيب من اللي استاجر الصندوق؟ قال اللي استاجر الصندوق شخص اسمه سعيد سعد اللي هو ابو محمد. قال له خلاص وصلت خير، يعطيك العافيه. قال ترى بس جاء مره واحده وحط غرض ومشى ولا عجانا نهائيا، بعكس الناس الثانيين او الزباين الثانيين يحطون صندوق عندهم وينتظرون الرسائل تجيهم، وكل فتره يجون. صندوق ابوك ما في الا رساله واحده انحطت فيه، من ذاك الوقت ما حد خذاها نهائيا. قال له كيف عرفت؟ قال لأن الصناديق هذه إن اللي نعبيها نقدر نشوف الأشياء من وراء، ولكن حنا مستأمنين ولا نقدر نفتش في الأغراض هذه. قال بس الله يعطيك العافية، وشال نفسه محمد وطلع من البريد ورجع لبيته. أيوة راح ريح، خذاله قيلولة ونام شوي. يوم صحى قاعد يفكر وش الشيء الثالث اللي قال لي أبو محمود. بحثت في كل مكان بس ما لقيت شيء. هل في الموضوع سر؟ هل في شيء مختلف؟ هل 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 في أشياء مختلفة كثيرة؟ قال خلني أرجع لأبو محمود وأشوف إيش عنده. لازم يقول لي، ما راح خليه خليني كذا. وأبو محمود خايف ان هذا اصلا مو محمد، مو الشخص صاحب الامان اللي راح يسلمها له، مو الشخص اللي قاعد ينتظره، يعتقد انه شخص يلعب عليه او شيء. شال نفسه محمد وقرر محمد انه يروح لمدينة ابو محمود ويقابل ابو محمود من جديد. فراح البيت ابو محمود يبغى يدخل عليه، ولكن مسك نفسه شوي. قال برضو خلني افتش ورا ابو محمود هذا واشوف ايش سره، احس حتى ابو محمود هذا عنده سر ولا يبغى يقول لي اياه. لاحظ من ابو محمود تحركات غريبه، يعني بعض الاحيان ما يدخل البيت لمده يوم، وبعض الاحيان يروح للجبل. الجبل هذا طبعا يا جماعه خير في المدينه هذه في نفس الجبل، والجبل هذا كبير وما حد يروح له، يعني بيني وبينكم الجبل هذا مخيف لابعد درجه. وش يودي ابو محمود لذاك الجبل؟ قام يسجل تحركات محمد ويشوف ابو محمود وين يروح وين يجي. لاحظ انه في بعض الايام يقعد يوم ما يجي، وبعض الايام يطلع للجبل ويقعد في الجبل ساعات طويله. طبعا الجبل ما يسكن اي احد نهائيا، يعني الجبل مخيف. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا محمد بدا ينتابه شعور غريب في السالفة. ايش عنده ابو محمود في ذاك الجبل؟ بيني وبينكم محمد خاف لابعد درجة. قال اكيد ان ابو محمود انسان غير طبيعي. بعد مرور اسبوع من مراقبته قرر انه يدخل على ابو محمود. قال السلام عليكم ابو محمود. اهلين محمد، جيت من جديد؟ اي نعم. الله يا جماعة الخير، وانا قاعد اقول قصة خفت والله العظيم اني. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلين يا ابو محمود، كيف حالك؟ طيب والله الحمد لله يا محمد. ها بشر، هل لقيت السر الثالث؟ راح اعطيك تلميح بسيط، بحاول تطلعه، لو ما طلعته ترى راح يروح عليك شيء كبير مره، والسر ما اقدر اقوله لك نهائيا لانك يا محمد تاخرت واجد. بحاول تركز زين. الشيء الثالث انا ترى ما ادري عنه بشكل كبير يا محمد، ولكن هو شيء يخص الرقم 33. اول ما قال رقم 33 على طول جاء في راس محمد الرقمين الاولى 533 و133. وش سر الرقم 33؟ يا سلام. قال ابو محمود خلاص انا سويت لي علي، واتوقع قربت لك واجد، لان ابوك قال لي السر في رقم 33. سحب نفسه محمد وركب سيارته وطلع مسرع لبيتهم، قاعد يتذكر ابو محمود وروحته للجبل، الجبل المخيف اللي ما يسكن اي انس. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو راجع ومستعجل كل همه وش هو رقم 33؟ ليه السر في رقم 33؟ الله يرحمك يا ابوي، وش قصدك؟ وش فيك؟ علمني يا يبا، ليه خليتني اتعب هذا التعب كله؟ هل انا استاهل الشيء هذا؟ ويقطع حبل افكار ابو محمود ويتذكر ابو محمود وتحركاته الغريبه. كان اصلا في راس محمد الرقم 33 هذا شيء موجود داخل المكتبه. وصل لبيتهم مباشره وتوجه للمكتبه يا جماعة الخير، وقعد يبحث في الرف رقم 33. وهو قاعد يبحث حصل الرف رقم 33. فوق الرف هذا حصل كتاب، تعرفون الرفوف كذا وفيها مصففة بأرقام رقم 33، وسحب الكتاب. أول ما سحب الكتاب يناظر في الكتاب منصدم، لا شلون لا يكون، مو طبيعي اللي قدامي. كتاب شمس المعارف الكبرى. يا ساتر، خليني جوعة خير، وش بيجي بتفكير محمد الحين؟ السر هذا كله عن أخطر كتاب موجود على وجه الأرض، كتاب مخصص للسحرة، شمس المعارف الكبرى. ما أنصحكم بقرايته نهائيا لأنه من السبع الموبقات. انتبهوا يا جماعة الخير، كتاب هذا كتاب. خلني بعطيك وش هذا الكتاب قبل ما أكمل هذه القصة عشان تعرف قوة هذا الكتاب. القوي الله سبحانه وتعالى، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا الكتاب يا جماعة الخير
الخير كتاب مخصص للسحر والشعوذة. هذا الكتاب هو الكتاب يقال إن هذا الكتاب يستحضر به الجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب هذا مخيف، كتاب يستخدمونه السحرة والمشعوذين. يعني محمد الآن وش يفكر في مخه؟ أبوي عند الكتاب هذا، هل أبوي يبغى يورثني السحر؟ لا، مو طبيعي، لو أبوي يبغى يورثني السحر ما كان علمني إياه بالأسلوب هذا. بعدين ينتاب شعور ثاني، ليه أبو محمود يروح الجبل اللي ما يسكنه أي نسمة؟ بعدين يجي شعور ثالث، أبو محمود بحثت عنه في كل المساجد ما لقيته، هو اللي حصلني في ذاك اليوم، هل أبو محمود إنس أو جن؟ قام يفكر التفكير هذا. الآن هو في كومة من الوسواس القاتل، ما يدري وين الصح وين الخطأ. جماعة الخير والله بديت اخاف، والله العظيم يعني ما اقول شهيد اني بديت اخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم قوى قلبه محمد، والله قوى قلبه، ترك الكتاب في محله. قال بما ان ابو محمود سالني عن الكتاب ذاك اليوم، هل هو يقصد كتاب الكيمياء او كتاب شمس المعارف الكبرى؟ خلني اطلع لابو محمود ذا المره واشوف ايش عنده. ويطلع لابو محمود في اسرع وقت ويتجه له مباشره ويطق عليه الباب. ابو محمود افتح الباب الان. ابتسم في وجه ابو محمود، قال اتوقع انك لقيته، هل ابوي ساحر؟ لحظه صمت مدة دقيقة أو أكثر. قال أبو محمود لا، أبوك مو ساحر يا محمد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أبوك ما له أي عمل في هذه الأشياء، ولكن امتلاك أبوك لهذا الكتاب كان له قصة طويلة مرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وش القصة يا أبو محمود؟ قال الكتاب معك في السيارة؟ قال لا. قال وين الكتاب؟ قال الكتاب في البيت مقفل عليه، ما حد يقدر يوصله. قال له خلاص اوكي، تعال ادخل جوا. قال له اول شيء راح اعترف لك اعترافات يا محمد، ولكن ابغاك تركز معي بشكل مره كبير. اول شيء في معلومه انت ما تدري عنها، ترى ابوك ما طلق امك. استغرب محمد، قال كيف؟ قال ابوك ابعد امك عن البيت بسبب حبه لامك، ولا كان يبغاها تتضرر. قال له ترى امك ممكن تعرف كل شيء. قال يعني ابوي ما طلق امي؟ يعني اللي عارفه منك يا ابو محمود ان ابوي ابعد امي عن البيت يخاف انها تتضرر بسبب وجود هذا الكتاب داخل البيت. قال ابو محمود نعم، وليه سوى كذا طيب ابوي؟ قال من حبه لامك بشكل كبير قرر يسوي كذا. قال تعال بقول لك قصة، قصة عن أبوك. في يوم من الأيام طلعت أنا وأبوك. أبوك كان عالم من علماء الكيمياء، كانت الناس دائما تتكلم عن في سحر في أشياء زي كذا، فقرر أبوك إنه يدخل المجال هذا ويعرف هل هو صدق أو كذب، يعني هل هذول المشعوذين قدام صادقين أو كاذبين. مع تطوره في العلم لاحظ إن هذا الشيء حقيقي، والكتاب اللي في البيت عندكم كتاب حقيقي غير مزور، لأن كل الكتب الثانية كلها مزورة. الكتاب اللي عندكم في البيت كتاب له قيمة عالية، ولكن لو طاح في أي غير آمنة ممكن يدمر بيوت ويهدم أشياء. عشان كذا أبوك قرر يشتري هذا الكتاب اللي منه نسخة واحدة فقط، وقرر يخليه عندكم داخل البيت. وقبل موت أبوك يمكن بخمس شهور قابلت أنا وأبوك، قال لي يا أبو محمود أنا بوصيك على ولدي محمد. قال أبغى بعد ما موت تعلم محمد ولدي السر، وإذا جت لحظة ما معه ولا ريال ولا يملك أي شيء أبغاه ياخذ الكتاب هذا ويسلمه للشيخ اللي موجود في الجبل. طبعا الشيخ اللي موجود في الجبل بقول لكم قصته الآن. قصة الشيخ هذا، الشيخ هذا مسلم يا جماعة الخير. قال خلوا الكتاب عندي راح يكون في أيدي آمنة. أبو محمد رفض، قال لا أبغى الكتاب يكون عندي وأنا بحافظ عليه. قال له طيب إذا عطيتك الكتاب وش راح تعطيني؟ قال راح أعطيك ثلاث أرباع ثروتي، فإذا أنت يا محمد جاهز تستلم ورثك مقابل هذا الكتاب أنا جاهز الآن أوديك لشيخ الجبل. على طول جاء في راس محمد الموضوع، قال له أنا شفتك قبل يومين وكنت أراقبك أنك دائما تطلع للجبل، هل في ناس في الجبل هناك؟ قال بس في شيخ الجبل هذا، كنت رايح أتأكد من الأمانة اللي أبوك حطها عنده الله يرحمه. فهم محمد الموضوع بشكل كامل. قال محمد مد أبو محمود ودني عند شيخ الجبل، حاب أتعرف عليه وأسلم الكتاب عشان يسلمني الأمانة. طلع هو أبو محمود الجبل هذا وقابل شيخ الجبل، شخص مسلم سلم الكتاب. محمد في هذه اللحظة استلم ورثه بشكل كامل، كان ورث محمد أعلى من ورث إخوانه بشكل كبير بسبب صبره في هذه السنوات كلها، وعرف قيمة أبوه، إن أبوه شخص إنساني بحت، عرف ان ابوه ما ظلم نهائيا، عرف ان ابوه كان عادل، عرف ان ابوه كان قائد، عرف ان ابوه اب حقيقي في هذا الكون.